يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام. واحدة من أشهر جبل التعليق في تاريخ الكرة المصرية، ورغم أن حسام حسن هو مسجل الهدف، لكن تعرف أنه لحد دلوقتي زعلان من الجملة دي. نص نهائي 1998 وقصاد بوركينا فاسو، وقتها حازم إمام عمل واحدة من أجمل تمريرات البطولة. حازم عمل 1-2 مع طارق مصطفى وانفرد بالجون، وبدل ما يشوط بيلعب الكرة بالكعب لحسام حسن اللي بيحطها ببطن رجله في الجول. وبنسمع تعليق شوبير التاريخي وهو بيقول: يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام. حازم بيحكي عن حسام حسن وبيقول انك لازم تاخد بالك منه كويس قوي في الملعب، لان اول لما الكرة بتجيلك بيبدأ ينده عليك كتير ويقول حازم حازم حازم. انا كنت رايح اجيب الجول اصلا، لكن معرفش ليه رجعتها بالكعب، لكن اعتقد انه كان قرار كويس. حسام بقى زعلان ان خدت الاشادة بالكعب، وبيقول ان ركنة الكرة صعبة لكن الكعب سهل ان انا اعمله. الجول عموما اتخلت في ذاكرة الكرة المصرية، واكتملت المهمة بتتويج منتخب مصر بلقب امم افريقيا 1998 للمرة الرابعة في تاريخنا، ولأول مرة من 1986.